ده في خطتك التدريبيه، ولكن الجماهير ممكن تكون تسال على احمد حمدي، لاعب من اللعيبه المميزه والشباب واللي ظنوا انهم هياخد فرصه سريعه مع مستر باتريس. ايوه عشان كده انا كنت بحاول اخليه يلعب ولعبت اديته فرصه قدام النجم اللبناني. طبعا هو صعب لان اثنين لعيبه شباب يعني مستواهم كويس وبيلعبوا في نفس المركز، والاثنين بيلعبوا في مركز نمره 10 صناع العاب، فالموضوع طبعا صعب مش سهل. النهارده ياسر خد وقت، طبعا اديته وقت ماتشات اكتر، بس حمدي برضه لعيب كويس جدا وانا متابعه مع المنتخب الاولمبي. لكن مره كمان كويس للنادي يبقى عنده لعيبه كويسه حتى في مركز واحد، ده كويس. ومش هم بس، لان عندنا برضو لاعبين كويسين شباب في مراكز تانية بيلعبوا ومستقبلهم كويس مع النادي لانهم موهوبين. وده طبعا موضوع طبعا موقف ما بيبقاش سهل، لان كل لعيب عايز ياخد وقت ويلعب وياخد فرصته، بس لازم تاخد انت كمدرب تختار وقت كويس عشان تدفع بيه، ولازم تخليهم يشتغلوا كويس في التمرين، ولازم اللعيبه تبقى فاهمه كويس ان لازم يتمرنوا كويس جدا عشان يوم ما ينزلوا الملعب لازم يكونوا جاهزين. لان انا كويس ان ادي فرصه للشباب ان هم يشاركوا، بس انا برضو مش عايز اخسر نقط، مش عايز اخسر اعمل نتائج وحشه، انا عايز لما ينزل يكون جاهز. طبعا ده يعني وده مش عمل، انا مش ساحر، انا في الاخر مدرب، فبحاول قدر الامكان استخدم اللعيبه اللي عندي عشان احقق افضل النتائج، فاللعيبه لازم تكون جاهزه عشان ما تاخد فرصتها تادي كويس وتحقق النتيجه المطلوبه منها. اكيد اللعيبه لازم تادي كويس واللعيبه هتاخد فرصتها، لكن لما